طبعا الجزء اللي فات من الاي جي ار بي. ولا لا طبعا لازم لازم تكون فاهمه كويس عشان تفهم الجزء الثاني. لا والله تمام. ناخد الاي جي ار بي ادفانسد كونفيجريشن اند ترابل شوتينج. الحاجات بقى الادفانسد في الاي جي ار بي بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاي جي ار بي لو عنده اكتر من سبنت للاسف بيلخصهم، بس لما يجي يلخصهم بيلخصهم لاصلهم بس 16، فبيلخصهم غلط. كوماند اسمه اوتوماتيك سمرايزيشن ات كلاسفول نتورك بوندر. وانت لما بتكون عامل سبنتنج زي الرسمه اللي كنا عاملينها، عملنا فيها ايه؟ نو اوتو ايه سامري، عشان يبطل السبنتنج السامري اللي عمال يعمله ده. اه نفس الاوز بي اف بالظبط. لا بس الاوز بي اف مش نقطه سمر، الاوز بي اف سمر مش سمر لوحده تمام. لا الاوز بي ما كانش لخبط فيهم، اللي كان بيتلخبط فيهم الريب فيرجن 1 والريب فيرجن 2. اه فعندنا الكوماند بتاع الاوت سمر شغال، فاحنا لو قلنا مش عايزين نخليهم يلخص نعمل ايه؟ نقطه سمر كلام بينعاد بس مش اكتر. طب الاوتوماتيك سمرشن ده بشوف فين؟ في شو اي بي بروتوكولز. بتلاقي عندك ايه الاوتوماتيك سامري موجود، لو شغال يقول لك انيبل، لو مش شغال يقول لك از نوت ان افكت. تمام كده؟ طيب لو قلت له شو اي بي اي جي ار بي اول لينك، يجيب لك الطريق الباك اب، ولو ما كانش كان باك اب كمان يجيبه. يعني لو في طريق تاني بس ما حققش المعادله يجيبه لك، اللي هو بتاع مين؟ اول لينكس. انما لو قلت له شو اي بي اي جي ار بي توبولوجي بس كده وسكت، يجيب لك الطريق السكسسور والباك اب بس بتوعه. طيب شو اي بي روت يجيب لك الراوتنج تيبل. طب لو قلت له شو اي بي روت اي جي ار بي يجيب لك الشبكات بس الاي جي ار بي جايبها. حلو الكلام؟ طيب بيشرح لك السمري بقى والموضوع بتاعه. ازاي نعمل مانوال سمري مع الاي جي ار بي؟ ازاي نعمل مانوال سمري مع الاي جي ار بي؟ فاكرين لما عملنا مانوال سمري مع الاوس بي اف؟ ازاي نخليه هنا يعمل مانوال سمري؟ صلوا على النبي. عند راوترين ناخده بقى بما يرضي الله، اهو راوتر وراوتر، وعندي هنا اربع سويتشات اهو طخ 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 طخ، هدول خمسه ماشي، وهنا اربع سويتشات ماشي. ومصطفى قال لك ايه؟ نروح نوصل. بس قبل ما يوصل قال لك والله ده الراوتر ما فيهوش غير ايه؟ غير اتنين انترفيس بس فاست. بسيطة. نخش على الراوتر ونعمل ايه؟ ونركب كمان ايه؟ كمان اتنين فاست. فين يا معلم؟ اهو. حلو كده؟ اهو. ماشي. اهو. كلام جميل. رائع. طب والناحية التانية؟ نفس الكلام، مفهوش فاست، نركب له فاست بالمره الاول اهو، تو فاست ايثرنت اللي بنسجل اه تمام، ونشغل ايه الباور. نوصل ازاي؟ ادي كابلات اهو طخ كده. نعم خمسه حاضر. اهو هو اصلا اه ممكن في كارت بيجي كده زي سويتش كده بيركب جوه الراوتر، بيجي يضيف له 8 بورتات ايثرنت. طيب هنيجي هنا نركب سيريال ماشي اهو، ونيجي هنا نركب سيريال اهو بالمره. حلو الكلام اهو. ونيجي نوصل ما بينهم بكابل سيريال اهو. طيب هنخلي البورد بتاع السيريال ده 209 165 200 228 سلاش 30، بس هنخلي الجهاز ده اهو 172 16 10 سلاش 24. الشبكه اللي بعده هتبقى 20 سلاش 24، يعني 172 2. اللي بعدها هيبقى كام؟ 30 سلاش 24.
اللي بعدها هيبقى كام؟ 40/24. الشبكة دي هنحطها 10/110/24. الشبكة دي هنحطها 10/120/24. الشبكة دي هنحطها 10/130/24. الشبكة دي هنحطها 10/140/24. هل ده نحط ايبات للراوتر ده وده ونشغل اي جي ار بي ونخلي الريه يبعث الابديت بتاعه دول متلخصين لده وده يبعث له الابديت بتاع دول متلخصين لده بدل ما يبعتلهم متفرضين. هعملها ازاي؟ هنحط الاول ايبات للانترفيس. تعال نعملها كده على طول من غير كوماندات. سيريال 0 209 165 دوت 200 229 سلاش 30 يعني دي 200 كام؟ 52 وون وفي كلوك ريتا يا معلم وشغاله زي الفل. هو لا اللي في نص ال 30 تمام. طيب الباقي بقى الفصل الاولانيه اللي هي 0 على 0 واخده اي بي 172/16/11 كام؟ 255/0 ونص داون. الانترفيس الثانيه 172/16/21 واخده اي بي برضو كده وون. الانترفيس اللي ركبناها جديد 172/16/31 واخده اي بي وون. الانترفيس الرابعه واخده اي بي 172/16/41 واخده اي بي وون. كده انا نورت الراوتر بالشبكات اللي حواليه. تعال نروح الراوتر ده بالشبكات اللي حواليه اهو. هنيجي كده سيريال 0 على 2 على 0 209 165 200/230 السبنت ماسك سلاش كام؟ 30 وون. طب الشبكات اللي ورا الراوتر 11/111 اهو كام يا معلم؟ 255/255.0 صح كده؟ وون. الشبكه اللي بعديها اللي هي 10/1/2/1 برضو وون. الشبكة اللي بعديها 10/1/3/1 وصبنت وون. الشبكة اللي بعديها 10/1/4/1 صبنت بعديها وون. كده كل راوتر عرف الشبكات اللي حواليه. هل تعال نشغل البوز بالاي جي ار بي. بنعمل ازاي في الاي جي ار بي؟ باجي على الراوتر الاولاني واقول له اكزيت راوتر اي جي ار بي 1. النتورك بتاعتي 172/16/1 كام؟ 0. النتورك الثانيه 2/0. النتورك الثالثه 3 كام؟ 0. النتورك الرابعه 4 كام؟ 0. وايه ونقطه سمري نشط داون في الاي بي فيرجن 6 الاي جي ار بي اي بي فيرجن 6 تمام. بس فين الشبكه اللي هي 209؟ ما كتبناهاش. نكتب نتورك 209 165 200 200 كام؟ 28 بس يا سيدي. ولا خلاص تعمل مره خلاص. هذا الراوتر الاولاني. الراوتر الثاني هنعمل نفس الكلام بس الشبكات اللي حواليه. فهنقول له حد يعمل لي كليك على الراوتر اه سي ال اي اكزيت راوتر اي جي ار بي 1. النتورك اللي حواليا مين النتورك اللي حواليا؟ ال 10/1/1 كام؟ 0. وال 10/1/2 0. وال 10/1/3 كام؟ 0. وال 10 كام؟ 4 0. وال 209 165/200/228 نو اوتو سامري. لو جيت بصيت دلوقتي هتلاقي كل راوتر فيه شبكات كاملة اهو. ده فيه 172 كاملين. طب واللي هناك فيه 10 كاملين اهو. اهو شو اي بي روت هتلاقي فيه شبكات متفرده. طب انا عايز اخلي ال10 بدل ما هم باينين هنا اربع شبكات عايز اخليهم شبكه واحده. واخلي ال 172 اللي هم باينين هناك اربع شبكات شبكه واحده.
فهعمل سمري. السمري بتاعنا يا محمد كان بينكتب في الاوز بي اف تحت الاوز بي اف، هنا هينكتب جوه الانترفيس اللي هتعمل سمري. مش انت عايز هو بيبعت الابديت بدل ما يبعته متفردين يلخصهم؟ فين الانترفيس؟ اهي السيريال. فهنكتب الكوماند بتاع السمري جوه السيريال. بس الاول تعالى نشوف حاصل السمري بتاع دول ايه وحاصل السمري بتاع دول ايه. تعالى اهو، لو احنا عندنا 172 16 1 0 و 172 16 2 0 و 172 16 3 0 و 172 16 4 0 دول حصل السمري بتاعهم ايه؟ لا استنى اسمعني بس، اسمعني ما تطلع يعني ما تبقاش شريح كده. الواحد اللي هو كام؟ 0 0 0 0 0 0 1. الاثنين الثلاثة الأربعة مش هتطلع 22 عمره 21 اهو. الزيرو ده متشابه فيهم كلهم ينزل ده زيرو زيرو زيرو. طب هم اختلفوا هنا اهو اهو اهو، فيبقى الزيرو زي ما هو والباقي ايه؟ صح؟ ما هو ثلاث اصفار واحد مختلفين. خمسه وعندك يا معلم 16 يبقى كام؟ يبقى الشبكه دي 172 16 0 0 بس سلاش كام؟ ال 21 اللي هو صبنة مصر كام؟ 8 8 5 0 من 55 بس. يبقى على الانترفيس اللي عندها الشبكه دي، اهي الشبكه دي هنا، اقوم داخل جوه الانترفيس واقول له كونفيجر تيرمينال اي بي سامري ادرس. جوه الانترفيس؟ طب انت ما دخلتش ليه جوه الانترفيس؟ ايه يا مصطفى؟ اي بي سامري ادرس اي اي جي ار بي رقم 1. لما تيجي تبعت الابديت بتاعك ما تبعتش الشبكات المتفرده، ابعت ده اهو. بس يا معلم المفروض التاني يمسح الشبكات المتفردة عنده وياخد مين ده. طب تيجي نشوف، تعال نشوف هناك المفروض ده يكون مسح اللي عنده او لسه بيمسح اهو. شو اي بي روت؟ ايه الألاجة دي؟ ايه الألاجة دي يا عم؟ بدل ما كتبت اربعة روت كاتب روت كام؟ واحد، اللي هو السمري اللي احنا عملناه مع بعض. بس لسه هناك ده بيبعت الابديت بتاعه متفرط، فانه يعمل لهم ايه؟ سمري. طب ما هي هي بقى سمري، هيبقى هي هي هيبقى كام؟ هيبقى 10 0 0 0 سلاش كام؟ لا 10 1 0 0 سلاش كام برضو. لو عملتها يطلع كده تمام. لو دخلنا جوه الراوتر بقى اهو، ده الاخر الانترفيس دي اللي بتبعت الابديت لده اهو، قلت له ايه يا معلم؟ كونفيجر تيرمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على ايه؟ اي بي سامري ادرس اي اي جي ار بي 1 10 1 0 0 255 255 248 دوت 0. بس يا معلم دلوقتي هتلاقي ده الاخر ايه؟ خد اي بي واحد بس اهو. شو اي بي روت وفرت قد ايه في التيبل؟ كتير صح الكلام؟ وفرت كتير في التيبل تمام؟ انا لو حسبت السمر الراس يا باشمهندس ياخده معاك غلط، ما حدش يصلح. لو عملت جيت عملت شو اي بي هيجي لك الغلط، يديني غلط مش صح مش صح، مش هيبعت عليه، هيبعت عليه كل حاجه بس هيبقى غلط، هيبقى سامر غلط. سلاش مثلا لا انا بتكلم في الكوماند، انا برضه ما اعرفش هو صح غلط. لا مش هيجي لك يقول لك صح ولا غلط، هيجي لك الغلط وخلاص، موجود وخلاص كده. انت لو ما انتش عارف السامر الصح بتاعه مش تعرف ان ده غلط ولا صح. مش هو هيسمع كلامك وياخد النترو اللي انت تديه له، هيسمع كلامك ما
اه حتى لو هي غلط ويعرف منين. تمام. بس خد بالك من حاجه عشان في واحد غلط فيها في جروب قبل كده. لما جيت اعمل سامري كتبت الاول الاي جي ار بي عادي بالنتورك بتاعته وبعدين عملت السامري. ما تروحش تكتب السامري على طول. اسمعني يا محمد، في ناس بتخش على طول تكتب الاي بي سامري ادرس على طول، ما ينفعش من غير كوماند النتورك. الله يكرمك ماشي. ما تقول طب ما هو يبعت السامري وخلاص. طب بالظبط كده، تمام كده مش كده بقى. ماشي. طيب تعال خدهم كوبي كده ونحطهم في نوت باد اهو. ده السمر يا جماعه بتاع الاي جي ار بي، حاجه الاجه خالص. نعم كل فين ده ملوش لازمه. بالظبط كده زي اللي في الشعب مرفه. سامي ادرس اي جي ار بي كذا. يلا طيب ده السامري يا جماعه خلاص، وفهمنا السامري اهوت، والراجل بيعمل سامري اهو، عرفنا ازاي بيعمل سامري. حد عنده مشكله؟ شو اي بي روت يبان لك الطريق من ايه معمول له سامري اهو على حسب بقى السامري اللي عندك. طيب في الفيرجن 6 نفس فيرجن 4 بالظبط، بس هعمل ايه بدل اي بي؟ اي بي فيرجن 6 سامري ادرس، وادي له السامري ادرس بتاع الاي بي فيرجن 6. فاكرين الديفولت روت؟ مديري قال لي ظبط الناس صح يا صصه؟ تمام اهو. انا استخزناها فين يا صصه؟ دي هي الرسمه انت كنت تاخدها. لا انت خدتها قط؟ لا اي جي ار بي بس مسمينها اي جي ار بي. فين؟ لا اي جي ار بي انا في شبكه مش شغاله اي جي ار بي لسه حالا ومديها له. طيب اي 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 هي دي شغاله اي جي ار بي بكل حاجه. شفت بقى الناس اللي انا بقول لك صدق حاجه يعني. اه لا لا صدق صدق يلا صدق فعلا انا كده صدقتك بقى برضه مش سايبها يا اخي، انا فاهم يا اخي عشان تروح يطلع عينك فيها بايديك. انا والله يطلع ما سامش عالم كده غير ما اعملها تيجي معايا. انت عايز تروح تطير الباكج زي ما احنا بنطيرها كده صح؟ لا عشان هو كمان واخد بالك انما يكتب كوماندات لا او يحط الباكج وتمشي ويلعب بيفصل حواب الالوان والحاجات دي. انما يشتغل يكتب كوماند بايده لا حرام. لا والله بص انا بقيت كده حبيبي اهو. طيب مديري قال لي ايه يا عم؟ لا احنا عايزين طريق نت نظبط الناس. فقام جاي ايه الراجل جاب الراوتر بتاع النت موصله ايه زي ما عملنا في الاو اس بي اف بالظبط، وجيت جوه الراوتر ده اهو. زهقنا بقى يا عم زهقنا اهو. انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس، حفظنا الكورس يا عم في وسط ايه؟ 0 على 1 اي بي ادرس دي اتش ايه؟ ونو شوت داون كده الانترفيس هياخد اي بي ماشي. وبعدين تقوم عامل ديفولت روت اي بي روت اربع اصفار ايه؟ شبكه اربع اصفار سبنت ماسك اخرج منين؟ صح يا محمد؟ بس كده انت عملت طريق النت فين؟ هنا يا معلم. طيب عايز بقى توزعه على كل الراوترات، انت عندك 20 راوتر هتخلي الاي جي ار بي
اللي موجوده على الراوتر ده يوزعوا لك تمام. ياخدوا مع الابديت بتاعه. ازاي بعملها؟ زي ما عملناها في الاي جي ار بي. عملت كده راوتر اي جي ار بي 1، بس الكوماند هناك في الاوس بي اف كان اسمه ديفولت انفورميشن اورجانيك. الكوماند ده اسمه ريديستريبيوت ستاتيك شكل الريب. كده بقول اي جي ار بي خد طريق النت اللي موجود عندك يا ريت وانت ماشي وتديه لكل الناس. لو جيت عملت شو اي بي روتين كده هتلاقي طريق النت اهو عندك اهو منك عامله بايدك. طب لو جيت عملت شو اي بي روت هنا جاي منين؟ جاي مع الابديت. شو اي بي روت ايه ده؟ ايه ده مش شغال ليه؟ هو لسه اكتب لنا لسه انا ما شغلناش على اي جي ار بي ولا ايه؟ شو اي بي بروتوكول اهو يا اخويا. مصطفى خزن وما كان الاي جي ار بي ما كانش نازل نزلناه. لو جيت بصيت دلوقتي كده قلت له ايه شو اي بي روت هتلاقي مين؟ طريق جديد جابه. مين اللي جابه؟ الاي جي ار بي، بس منه اكسترنال مش هو بتاعه هو ده. الادمن قال له وزعه. فاكرين الاي 2 بتاع الاوس بي اف؟ وعشان كده مخليله البريورتي 170. فلما يبقى طريق مش هو اللي جايبه بيخلي البريورتي بتاعته 170، لو طريق هو اللي جايبه ب 90. فالادمنستريتيف ديستنس بتاع الاي جي ار بي في نوعين اثنين، انترنال يعني الطرق بتاعته هو 90، الطرق بتاع الناس اللي بره 170. تمام. لو جينا بصينا كده اهو الراجل عمل ريديستريبيوت استاتيك ماشي. الرمز الدي ده يعني ايه؟ اي جي ار بي اسريك يعني ديفولت روت، اكسترنال اكس اكس يعني اكسترنال، 170 ده الادمنستريتيف ديستنس. طيب لو احنا عايزين نعمله في الاي بي فيرجن 6 هنعمل اي بي فيرجن 6 روت كله صفار سلاش زيرو سيريال كذا وريديستريبيوت ستاتيك. فيها مشكله؟ طيب بيقول لك الاي جي ار بي لو سبته يشتغل كده على الانترفيس، لو الانترفيس الباندويث بتاعتها قليله هيدمرها، لان كل 5 ثواني بيبعت هالو وبيبعت ابديت وبيبعت ريبلاي. فاحنا في الانترفيس البطيئه لما يجي لك في الانترفيو يقول لك الكوماند ده بيتكتب امتى؟ بينكتب في الانترفيس اللي الباندوس بتاعتها صغيره يا ولاء. بقول له ايه؟ بقول له يا اي جي ار بي ما تاخدش اكتر من 20% من الباندوس بتاع الانترفيس. طب وال 80% يبقوا لليوزر هنا على الداتا بتاع اليوزر. يعني ما يقعدش يبعت هو هلو يقعد يبعت ما اعرفش ايه، انت اخرك 20% من الباندوس بتاع اللينك. انت اعملها دي لو اللينك بتاعتي بحالته يعني مش بصحه يعني تعبان. فلو سبت الاي جي ار بي شغال عليه لو هو ضايع الاب هيهلكه. فانا عايز اعمل ايه؟ تيوننج، حتى بيسموها تيوننج اهو، فاين تيوننج اظبط الدنيا. فباجي جوه الانترفيس اللي هو تعبان ده واقول له اي بي باندويث اي جي ار بي 1 رقم الاي جي ار بي وادي له بيرسنت نسبه مئويه 20. دي معناها ان الاي جي ار بي هياخد كام في الميه؟ 20%. اكتب له 30، اكتب له 50، يعني يوم ما تتمعظم انت اخد 30. الترافيك بتاع مين؟ بتاعك انت. يسستم نفسه مع 20. على 20. بقى كل بدل ما اقول له مثلا 5 لا مثلا. هو حر بقى هو سيستم براحته. بس ما ينزلش الترافيك بتاعه عن 30% من الباندويتس. تمام. فهمتني؟ ده الشرط بتاعه. عشان ما ياثرش على شبكه النت. والكوماند ده للاسف مش موجود في الباكيت تريس. اي بي فيرجن 6 لو شغال فيرجن 6 بقى باندويث بيرسنت اي جي ار بي 1 وبرضه بديله 20 او 30 زي ما انا عايز. نفس الكلام. وانا لو عايز اغير الهالو بيقول لك الهالو بتمشي كل 5 ثواني لو اللينك بتاعك اعلى من 1.5 ميجا. طب لو اقل من 1.5 ميجا كل 60 ثانيه. والهولد داون كام مره؟ 3 مرات. فلو انت بتبعت كل 60 يبقى 180. لو انت بتبعت كل 5 كل 15. طب ازاي اغير الهالو والهولد؟ يعني انا عندي اللينك ده اهو عايز اخلي الهالو بتاعته الهالو عندي في اللينك ده تمشي كل 10 ثواني والهولد داون بدل ما هو 3 اضعاف لا يبقى 40 يعني 4 اضعاف. اغير ما دي الديفولت، اغير زي ما انا عايز. اعمل ازاي يا معلم؟ اخش على السيريال اهو انيبل كونفيجر ترمينال انترفيس سيريال 0 على 2 على كام؟ على زيرو. اي بي
هلو انترب اي بي اي اي جي ار بي يا المفروض يجيب لي اي بي اي اي جي ار بي. طب ثواني كده في هلو هنا في هلو على طول هلو انترفال اي اي جي ار بي رقمه كام 1 ابعت كل 10 يا معلم. طب عايز اغير الهولد اي بي هولد في هولد اكيد بس الكوماند ده ممكن ما يكونش موجود هنا هولد تايم مش موجود الكوماند ده على الباكت ريسر للاسف الهولد داون مش موجود ده موجود على الراوتر حقيقي اهو الكوماند اسمه ايه اي بي هولد داون تايم اي جي ار بي 1 180 لو انت عايز تخليهم 10 هتبقى 10 وهنا كام 40 مثلا 30 لو انت ما غيرتوش يبقى 30 طب لو انت غيرته غيره زي ما انت عايز 3 اضعاف المعادله بتاعته هو ممكن اخليه 40 ممكن اخليه 50 مزاجي بس طالما غيرته على الانترفيس دي تغير على اللي قدامها اليمة الثانيه فاكر الاس بي اف تمام طيب اللوب بالانس بيقول لك الاي جي ار بي لو عنده اربع طرق متساويين في المترك يعمل عليهم لوب بالانس باي ديفولت طب لو عنده 5 ياخد اول 4 ده الديفولت بتاعه يا باسم يعني لو عنده 5 طرق لنفس النتورك ياخد اول 4 بس هو بيقدر يجيب لحد فين هو يقدر يعمل لوب بالانس لحد 32 طريق بس هو الديفولت بتاعه ايه ما بياخدش غير 4 طب لو انا عايز اخليه ياخد ال 32 طريق اعمل ايه اكتب كده جوه الاي جي ار بي ماكسيمم باص 32 طب لو بس دخل كتب ماكسيمم باص واحد اول واحد بس حتى لو الباقي متساويين معاه في متر هل تمام كده بياخد باقه دي ملوش دعوه بالباقه انا كم عدد البيست روت فلو عنده طريق واحد هياخد اول واحد طب تاني لو اتنين متساويين مع بعض مش هياخدهم لان كاتب له واحد طب لو انت كاتب اربعه هياخد اول اربعه متساويين اول اربعه اقل بس متساويين لا متساويين هو بيعمل لود بالانس امتى لما يكونوا متساويين فهمتني يا معلم انت فاهمها غلط انت فاهمها غلط ركز معايا بص الراوتر ده واصل بالراوتر ده طريق الثاني الثالث الرابع لو المتر بتاع ده واحد وده اتنين وده تلاته وده اربعه هياخد الاولاني شكرا طب المتر لو ده واحد وده واحد هياخد اول دول يعدي عليهم لوب بالانس طب لو انا مكتب له جوه بقى الماكس فاليو واحد هياخد واحد بس حتى لو التاني متساوي معاه اول واحد جاله يبقى الكوماند ده الكوماند ده في حاله ايه لما يكون متساويين في المترك فهمتني مش متساويين كده كده ما بيعملش لوب بالانس لو واحد والاثنين تحت اثنين ما ياخدهمش ياخدهمش ياخدهم باقه بقى ماشي نعم لو يعني هو ماشي هو عارف ان ده واحد وده واحد يبعت على ده مره وده مره ده لو كده لو هو لوب بالانس يبقى كده عمل ايه يبعت على ده مره وده مره بس طيب الاوثنتيكيشن بقى اخر حاجه عندنا في الاي جي ار بي ازاي نخلي الابديت بتاعنا معمول له انكريبشن نفس الكلام قلناه في الاوس بي اف بالظبط تيبيكال بعمل ايه هنا يا معلم بنعمل حاجه اسمها سلسله مفاتيح وفيها المفتاح الاولاني والمفتاح الثاني والمفتاح الثالث والمفتاح الرابع طب انا بعمل سلسله مفاتيح ليه عشان لو الراجل عرف اول مفتاح يبقى في عندي 2 و3 و4 كل شويه شغل واحد فيهم فالاي جي ار بي بيخليك تعمل ايه اكتر من باسورد وتحطهم مع بعض في حاجه اسمها كي تشين كي تشين يعني سلسله مفاتيح كي تشين اكس واي زد دي سلسله مفاتيح فيها كم مفتاح فيها كي 1 السترنج بتاعته سيسكو اهو بص كده المثال اهو الراجل عمل ايه كي تشين اسمها اي جي ار بي اندرسكور كي فيها مفتاح رقم ايه الكي سترنج بتاعته الباسورد بتاعته ايه طب محمد عايز يعمل كمان مفتاح يبقى كي 2 كي سترنج سيسكو 1 2 4 تمام بس احنا عندنا اساس ان ايه مفيش غير كي واحد بس حلو الكلام ازاي يعني بيعمل ايه يعني انا ممكن اجي اقول للراوتر ان شاء الله بعد كده في سيس ان بي من الساعه 8 للساعه 4 اشتغلوا مع بعض بالكي 1 من الساعه 4 للساعه 12 بالليل اشتغلوا بالكي 2 من الساعه 12 بالليل للساعه 4 الفجر الصبح اشتغلوا بالكي 3 انت كنت عارف كل شويه عمال يغير بالكي مع الراجل اللي قدامه وانت مظبط الاثنين مع بعض بس دي مش علينا لا يا معلم
ده يوم الاحد الشغل بالكي الاولاني، يوم الاثنين الشغل بالكي الثاني، يوم الثلاثاء الشغل بالكي ثلاثة. عشان لو واحد يوم الاحد مثلا شغال بالكي الاولاني، فالكي الاولاني باظ او حصل فيه مشكله، باظ من ايه؟ ما انت اللي كاتبه بايدك هنا وكاتبه بايدك هنا. والوقت بالظبط، لو عملت الوقت غلط البس انت يا معلم خلاص. انما الكلام ده مش موجود عندنا في كل حتى نفس المواعيد في لو كاتب نفس يكون بالظبط بالظبط كده يعني. احنا بنعملها بطريقه اوتوماتيك يعني، بس مش وقتها دلوقتي، حاجه اسمها تايم ستامب كده عشان تظبطيها الوقت مع نفسها، حتى انت ما تبقاش عارفه. طيب جنريت الوقت كده راندوم مع بعضيها تظبط سينكرونايزيشن، تبقاش انت عارفه تمام كده. نعمل كده حاجه زي تايمر كده، هو لوحده يظبط لك، مره ياخدها 3 ساعات ويقلب الكيل بعد، ممكن ياخد 5، مره ياخد 2 ساعتين تمام. طيب وبعدين بعد ما عملت الكي بخش جوه الانترفيس واشغل ام دي 5 اي بي اوثنتيكيشن مود اي جي ار بي 1 ام دي 5 واقول له استخدم الكي اللي فين، الكي تشين اي بي اوثنتيكيشن كي تشين اي جي ار بي 1 واسم الايه الكي اللي تشين. بس يا عم كده عملت اوثنتيكيشن. نفس الكوماند ده لازم يكتب قدامه بالظبط تمام. اهو عملوا هناك على الراوتر الثاني بالظبط. الترابل شوتنج بقى بتاع الاي جي ار بي، ايه الكوماندات بتاع الترابل شوتنج؟ شو اي بي اي جي ار بي نيبرز هيوريك الجرام بتوعك، شو اي بي روت هيوريك البيست روت، شو اي بي بروتوكول هيوريك الراوتنج بروتوكول شغال على الراوتر. نفس الكلام ده اهو للاي بي فيرجن 6، بس بدل كلمه اي بي يبقى ايه؟ اي بي فيرجن 6 ماشي. لما تيجي تتشيك الاول شوف الراوتر ده جنبك في النيبر تيبل ولا لا لو عندك مشكله، وبعدين روح شوف الشبكات في الراوتنج تيبل ولا لا، وبعدين شوف الترافيك بتاعك، حاول تبعت الترافيك كده وتشوفه. طب ازاي اشوف؟ الاول الراجل عمل شو اي بي interface brief عشان يشوف الاي بي بتاع مين بتاع الانترفيس، فلان السير اللي واخد اي بي كام 3-1 قالك شغال هو فعلا 3-1. طيب وبعد كده هعمل شو اي بي بروتوكولز اشوف الاي بي الاي جي ار بي شغال ولا لا، شو اي بي ايه بروتوكولز. طيب بعد كده هعمل شو اي بي اي جي ار بي انترفيس، خدناه مع الاوز بي اف بيجيب لك كل الانترفيس اللي بتبعت ابديت ايه اي جي ار بي اهو حلو. طيب شو اي بي بروتوكولز هيجيب لك مين الراوتنج بروتوكول شغال، ولو في عندك باسف هيجيبها لك ولا لا، صح كده. طيب لو انت عامل الكوماند بتاعك في باسف انترفيس، لو انت عايز تعمل باسف انترفيس تعمل ايه؟ باسف انترفيس واسم السيريال. طب لو انت كنت ناسي كوماند النتورك تكتبه اهو، نسيت تعمل كوماند نتورك. طيب لما نيجي نبنج، والله لو جاب معاك علامات تعجب يبقى الدنيا زي الفل، لو جاب معاك نقط كده ده في الراوتر معناها ان الباك بتاعتك ما وصلتش ريكوست تايم اوت. هعمل شو اي بي بروتوكولز علشان اشوف مين الراوتنج بروتوكول بتاعي، واشوف الكوماند بتاع النتورك فاكرينه بيبان عندي هنا اهو، ده الكوماند بتاع النتورك انت كتبته. لو لقيت نفسك ناسي نتورك بعمل ايه؟ بخش جوه الاي جي ار بي واكتب النتورك اللي انا ناسيه. الاوتو سامري ساعات ببقى ناسي الاوتو سامري يعني سايبه شغال، وده يعمل لك مشكله. طب اعرف ان هو شغال ولا مش شغال؟ من شو اي بي ايه بروتوكولز، يبقى مكتوب عندك شو اي بي بروتوكولز وشابتر سامري. اشكركم ونتقابل مع بعض يوم الجمعه ان شاء الله.